من جبال تهامة وقراها إلى شواطئ جدة وحاراتها وأزقتها، ومن ربوع الرياض إلى وديان المدينة المنورة وحاراتها ونخيلها وتاريخها. يتجلى المكان ويشكل لنا عالما آخر يشبه هذا الذي نعرفه، عالم خيالي أبدعه قلم ذهبي بمدن تأكل العشب إلى أن يمر الموت منها، عالم ليس هناك ما يبهج به، عالم به فسوق يضحك به الأوغاد ويكثر به النباح، عالم به لوعة كلوعة الغاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها السيدات الفاضلات، أيها السادة الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات صالون ضاد الثقافي. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر لإدارة مقهى حبر على إتاحة هذه الفرصة لنا لنكون بينكم اليوم، وأخص بالذكر الأستاذة سارة الحيدري على ما قدمته لنا وعلى ما بذلته في سبيل إقامة هذا اللقاء. جرت عادتي في تقديم لقاءات الصالون أن أبدأ أولا بنبذة أو نبذة تعريفية عن الضيف الكريم وأذكر منجزاته، لكنني أقف عاجزا اليوم عن التعريف بجبل على رأسه نار، أثر ولا يزال يؤثر بالمشهد الثقافي والأدبي في المملكة العربية السعودية، بل في الوطن العربي قاطبة. طالب قبل سنين طويلة أن يكون هناك جائزة سعودية عالمية للرواية، وها هو اليوم عضوا في جائزة القلم الذهبي. لن أطيل عليكم كثيرا، فأنا أدرى بشوقكم لسماع حديث ضيفنا والنهل من ثقافته وأدبه، والذي سيقدم لنا محاضرة بعنوان حركية المكان وتشكلاته في روايات عبد الخال المدينة المنورة أنموذجا. وسيسعدنا أن نفتح المجال للمداخلات بعد هذه المحاضرة، فليتفضل الأستاذ عبدو. مشكورا. مساء الخير، سعيد جدا أن أكون بينكم. السعادة أن أكون تواجد في المدينة المنورة. وقبل أن أبدأ الكلام أعتذر لكم عن لساني ثقيلة، إذ بعض الكلمات لا أستطيع نطقها بسبب جلطة أثرت على لساني، فعذرا إذا كانت أو عجزت بعض الكلمات أن تجري على لساني. أقول شكرا لصالون ضاد أن جبت العالم أوروبا، العالم العربي، جميع مدن أو معظم مدن المملكة، وهذه أول مرة أحاضر أو ألقي شهادة روائية في المدينة المنورة، والتي أجد نفسي مرتبطا بها بشكل أو آخر. ربما تعرفوا كيف هذا الارتباط. وقبل الحديث عن الكلام الثقيل من فلسفة ومحاولة الانتصار لفكرة معينة عاشت في رأسك، سوف أبدأ بالجانب الأسهل وهو جانب السيرة، سيرتي أنا والمدينة المنورة. كنت أتكلم عن الأخ محمود، قلت له اكتشفت إن المدينة المنورة في كل رواياتي موجودة، سواء من خلال شخصية، سواء من خلال حدث، سواء كان تعليق على حدث في المدينة. ربما تعذروني لو بدأت بهذه السيرة الخاصة. أنا بالقرية تكاد تكون منسية،
ليس لها روافد معرفية سوى قناة إذاعة، وابن أسرة مزارعة، أمي مزارعة، أبي مزارع، عشت في هذه القرية، اكتسبت أو الله يرحمها الوالدة حلفت لي أو ورثتني 48 أسطورة. هذه الأساطير أو أعيد القول أن هذه القرية كانت تعيش بالأساطير، وبالتالي أثرت علي أنا شخصية عبد الخالق أو عبد محمد علي خان. أنا اسمي عبد الرحيم، وقد شكلت الأسطورة تغيير هذا الاسم كثيرا، ومن التغييرات التي أريد أن أؤكد عليها على أن لي جذر أسطوري في المدينة المنورة. الله يرحم من مات ويرحم من لا زال على قيد الحياة. أخي الأكبر، أنا الوالدة كانت حاملة بي، فجاءها أخي وقال لها إن كان ولدا سميه عبد الرحيم. واختيار أخي لأن يسميني عبد الرحيم لأنه كان هناك ولي من أولياء الله في القرية مات وأصبح ضريح يتقرب له الناس، بعضكم يقول الشيء الوثنية هذه، نعم ذاك الزمان كانت الوثنية القرى غارقة بهذه الوثنية. وقصة عبد الرحيم هذا أنه ولي من أولياء الله عز وجل، وأنه في كل سنة يخطو شبر باتجاه المدينة المنورة لكي يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعندها تقوم الساعة. إذن أول وتد إن اسمي عبد الرحيم، وأنني أنتقل كل سنة شبر لكي ألتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسطورة ليست نتائج تسلية، وإنما نتائج من نتائج العقل البشري الأول في كيفية تصوره لقيام يوم أو موعد القيامة. أيضا عبد الرحيم، أنا طفل معلول أو لازلت معلولا، أمشي بأمراض يعني تقول لي صيدلية بلعت اثنين صيدليتين. هذه المعلول أثرت فيه الصورة، إذ كان هناك سادنة أساطير، فكانت تقول الوالدة غير اسمه، غير اسمه لكي ينجو من الموت، وخاصة إني كنت مشروع ميت عند الوالدة الله يرحمها، إذ مات لها 4 أو 5 أولاد، ومعظمهم ماتوا من 2-3 سنين. فبالتالي كان تقول عبده في إعداد الموتى. ولا أريد الاستطراد في هذا الجسد المعلول أو الشخصية المعلولة، إذ مورس معي كثير من الطب الشعبي لكن
دعني أتكلم عن تغيير الصورة الاسم مباشرة. أنا لوني غامق بعض الشيء أمام أخواني وأهلي كلهم ده بشرة بيضاء، ولم يكن بالبال أن يكون التغيير كما حدث. كان ولد خالتي في سني وأنا كنت طفل، فخالتي تقول الولد أعطي أخوك الأسود، فوجدوا في كلمة أسود. أنا في أسرتي اسمي عبد الأسود، واختاروا هذا الاسم كنوع من أنواع التيمة التي تغطي السواد، تغطي على هذا الطفل لكي ينجو من الموت. ويبدو أن عبد الأسود استمر في حياته مغطى بهذا السواد. ليست هنا التيمة الأولى لعلاقتي بالمدينة المنورة. قبل أن ألد قدمت الله الوالدة رحمه الله وأخي وأبوه وأبي، وحدث لهم جو من الجنوب، نقص الجنوب، حاجين وزائرين للرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث لهم حادث مروري، ماتوا جميعا إلا أبي وأمي. وحدث للوالدة انفضت رأسها كثيرا، وتم تنويمها في المدينة لا يقل عن 4 أو 5 شهور، وأبي يبحث عنها لم يستطع العثور عليها، وظل هذا البحث جاريا حتى عثر عليها بعد 4 أو 5 شهور وهي مفضوضة الهامة. وهذا الحادثة كتبتها في مدن تأكل العشب، وشخصية ناجية في مدن تأكل العشب هي الوالدة الله يرحمها. استمرارية العلاقة بالمدينة كان أيضا من ضمن التفاصيل. أهل جدة يقضوا شهر في مكة وشهر في المدينة، وكنت ابنها الصغير، أصغر أبنائها، تتحرك بي أينما ذهبت. فعلاقتي بالمدينة وأنا طفل أعرفها جيدا، والمكان أعرفه حينما كان في زمنية طفولتي وتشبعت به أشياء أو أمور كثيرة. عندما أسترجع هذه العلاقة، أو عفوا عندما أسترجع ما كتبت من رواية، وجدت نفسي أن جميع ما كتبت من روايات من الموت يمر من هنا إلى وشائج ما آخر عمل الرواية إلى رواية الآن قاعد أنجزها أو أكتب فصلها الأخير، وإذا لو كتبت هتكتب في المدينة المنورة وفيها سيرة لشخصية في المدينة المنورة. طيب إذا لنقش قليلا عن السيرة الذاتية، نتكلم عن المكان. لآلاف السنوات استمر الإنسان يسير حياته وفق أبعاد 3: طول، عرض، ارتفاع. وآلاف السنوات ظل الإنسان في هذه الأبعاد 3 حتى إذا جاء أينشتاين
وتكلم عن البعد الرابع وهو الزمن. وفكرة الزمن في الأبعاد الثلاثة أن الطول والعرض والارتفاع لو أضفنا الأمر الخامس يكون عليك طول وهنا ارتفاع هنا هذا زمن. إذا تحركت الأداة في مكان آخر يتغير وضعها بالنسبة للحركة الأولى، بمعنى أن دخول هذا العنصر اللي هو عنصر الزمن غير في قياسنا للمادة للبعد المتحرك. ربما كنت أكون متطرفا إذا دخلت إلى الجانب أن لا أريد أن نصدم مباشرة، لكن نتحدث عن المكان والزمان، وتم ترسيخ أن الحياة قائمة على مكان وزمان. اسمحوا لي على تطرفي أن أقول ليس هناك زمن، إنما في مكان، وتغير المكان من حالة إلى حالة هو الذي يشعرنا أن هناك زمن مضى. نحن نعيش وفق معارف ترسخت في داخلنا وسرنا عليها، بينما حركية العالم، حركية العلم تؤدي بك إلى نوع من اكتشاف أشياء جديدة مغايرة مختلفة. لماذا يعد تدعي أن المكان أن ليس هناك زمن وإنما هناك مكان؟ لأنه في كثير من الأوقات أحدث نوع من التجربة الروائي ليس رغبة في المغامرة الفلسفية والمغامرة إثارة لغط، وإنما أذكر أن كتبت رواية اسمها الطين، والطين كانت تتحرك على وجود عالمين يسيران في نفس الوقت بالتجاور، لأن رواية الطين كانت تتحدث عن السرعة، وأن أن يعني كنوع من أنواع محاولة تثبيت إيمانك كإيمان خاص، أين الأراضين السبع؟ فكان هذا يحاجزني، وأنا لازلت في الثانوية العامة، كان إذا كنا نؤمن بسبع أراضين فأين الستة الباقية؟ وأحدث نوع من المغامرة في كتابة رواية الطين، وهي التي أكدت لنفسي وليس للآخرين أن اختلاف السرعة أننا كائنات متعددة جدا، وكل سرعة أو كل كائن له سرعة خاصة، هذه السرعة تجعلك متواجد في أكثر من مكان. وبالتالي لو أخذنا مثال، أعتذر أنا قاعد أخرف من نفسي فلا صدق اللي أقوله، بس أقول لكم التخاريف اللي هي
في الطين افترضت انه طيب احنا نؤمن بجن وملائكة، على اقل تقدير هذه الثلاثة الاركان الملائكة وجن الانسان اينهم. ايضا في تخبيفي في رواية الطين ان سرعة الملائكة مختلفة عن سرعة الجن عن سرعة الانسان، وبالتالي هم كلهم متواجدين معك في زمنك في أوقاتك، وأيضا السبع الأراضي موجودة معك إنما في سرعات مختلفة. وحمدت الله أن رواية الطين وصفت أنها بذلت أو أدت إلى نوع من أنواع مرغمت مع اللسان مرغمت، إنه رغم أحدثت نوع من أنواع يعني أسقطت أنواع كثيرة أو طريقة السرد في الرواية، إنه إدخال عالم فيزيائي مع فلسفي مع اجتماعي مع ولا قلته مغرما ليس بالكتابة من أجل الكتابة. عند عبد الأفكار سابقة للحدوتة، الحدوتة نوع من أنواع الحكاية التي يستطيع أي إنسان أن يحكيها، وخاصة إذا كنت ابن بالأساطير، فعلماء الأنثروبولوجيا يقولوا أن الحكاية هي 23 حكاية، ثم بعد ذلك حدث نوع من أقلمت كل صورة في واقعها، و 23 حكاية هذه اللي هي عبارة عن آدم وحواء والأفعى ونوح 23 حكاية. طيب أنا قاعد أروح يمين ويسار، لكن نرجع للمكان. المكان هو المؤثر، هو الوجود. من غير المكان لا يوجد زمن. نحن أؤكد مرة أخرى أن المكان هو الوسيلة الوحيدة لشعورك بالزمن. ربما أيضا نوع من أنواع تثبيت الإيمان، عندما الله عز وجل أخرجنا من أصلاب آبائنا وأشهدنا ألست بربكم، كنا بلى. أين الزمن؟ ليس هناك زمن، هناك نفس حضرت. حينما حضرت النفس في ذاك الزمن، نحن نقول ذاك الزمن، لكن الحضور كان حضور النفس نفس. وبالتالي لكي أجعل هذه النفس إنها مكان، نحن في هياكلنا هي هيكل توضع فيه النفس، وبالتالي أنت تصبح المكان. فالإنسان هو المكان، ما حولك من أمكنة جزء من كائنات تتغير، ووفق التغير تشعر بمرور هذا الزمن. إذا كان أينشتاين قبل حوالي 50-60 سنة اكتشف البعد الخامس، فإذا بينا الآن في ربع معرفي
الرعب المعرفي الحادث انه الان نظريه الاوتار ونظريه الاوتار اذا كانت اربع ابعاد اللي تعرفنا عليها احدثت فينا نوع من التغيرات الفيزيائيه الاجتماعيه 12 بعد. فكيف يمكن لك أن تتصور أن هذه النفس التي نحن عليها الآن وهي جلوس ومطمئنين على ما نحن عليه من معرفة بالأشياء التي حولنا سواء فكرية أو فلسفية أو اجتماع تاريخ، إذن 12 بعد وانتقالك في 12 بعد. تصور لو أن هناك 12 نسخة منك الآن و 12 شخصية منك الآن في زمن آخر في سرعة أخرى في مجال آخر، بس أنت موجود. إذن هذه النفس الله عز وجل يذكر 8 أنواع من الأنفس: مطمئنة، 8 الكاملة، ناس كثير ينسوا الكاملة، الزكية 8 ها؟ لو هذه سهلة عندنا كلها، هي الثامنة اللي بعضهم يضيعوا فيها اللي اعتبرها الكاملة، الزكية في الراضية ايوه، بس هي 8. اذا نحن هذه النفس تتنقل في القرآن الى 8 اوجه، ف8 اوجه بس هي رعب. و لا أريد أن أتداخل مع روايات أخرى كتبتها وفي هذا الجانب، إلا أن أريد أن أؤكد أن عبد أسود كان وتد داخله، أو الوتد الحقيقي له كانت المدينة، ليس ادعاء، لكن لما تكتشف ان 13 رواية ومن غير قصدية مؤكدة ان تكون المدينة حاضرة كل شخصيات او شخص ما داخل الرواية او حدث ما يحدث داخل المدينة، اذا هل كانت المدينة ذاتها او المكان الذي احتله عبده في الأحداث التي عاش بها؟ أتصور أنه إذا كانت الإنسان في دائرة أو العالم كله قائم على الدوائر، فالدائرة التي يسير عبده فيها الوتد أو نسخة القطر لحياته أو القدر أو اللي ما يمكن تسميه ليس ارتداد وإنما ثبات، تتحرك حول الدائرة التي تبصك نصف قطرها هي هذا المكان، مكان المدينة الشخصية أنا. طيب نرجع مرة أخرى تأكيد على التأكيد على تخريفي أنا، ما هو أنتم سيبكم من كذا، لكن تخريفي أن وفق المثلث الأرسطي للكتابة شخصية ومكان وزمان،
هذا أي أحد عندما يكتب رواية قصة يقول إنه لا بد أن توفق المكان والزمان والشخصية. ربما أردت أن أريح نفسي فأدمج المكان مع الزمان وأقول ليس هناك زمان وإنما هناك مكان. يبدو أني ثرثرت كثيرا ودائما أكون في ندوات أدعي أني أأتي لكي أسمع، فإذا بي أطلب أن ربما تقول ما أطنب أطنب في الكلام أكثر مما أسمع، لذلك أتمنى أني أسمع معكم ثم نتحول إلى مرسل واحد، لا تكون أنتم مرسلون وأنا مستلقي أمتلقي وأيضا نقوم بهذا الدور سويا. أتمنى أسمع أصواتكم وأسف على الإطالة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، أخوكم المستشار إبراهيم بكري مسعود. حياك الله أستاذ عبده، انتقامة أدبية وإعلامية قرأناه قبل عقود من الزمن. اللهم صل على محمد. عقود مش لا أقصد العشرية إيش يسموها؟ عقد من الزمن، عقود من الزمن، لأني أنا أذكر وأنا كنت في الجامعة في قبل 40 سنة كنا نقرأ عن عبد الخالق. 40 أقول لك أوكي. أي لا أنا ما قلت قرون، قلت عقود. 4 عقود كويسة. الله يسلمك. لا حياك الله. فالحقيقة يعني أكثر ما شهر الأستاذ عبد الخال هي ترمي بشرر، تقريبا هي أعطت وهج ولو أنه في كثير ما قراها. ولكن كنت في جدة دائما ألتقي برفيق دربك الأستاذ علي فقندش، فكنا دائما نجيب سيرة الروايات ونجيب سيرة الأستاذ عبد الخال وأبو عبد الرحمن رفيقكم الأحدية. تمنيت أن شفتك في جدة ولكن الحمد لله شفناك في المدينة. تكلمت عن الزمان والمكان والإنسان في الرواية، لماذا أهملت الزمان؟ سؤالي. أن ليس هناك زمان، هناك مكان. هذا المكان يحدث أي تغيير فيه يشعرنا أن هناك زمن حدث. فلم ألغي شيء وإنما دمجت، وربما تكون فكرة متطرفة لكنها فكرة مؤمن بها أنا عبد، لا أطالب أحد الإيمان بها، ولذلك طبقتها في 3 أو 4 روايات بأن المكان هو الأساس هو المسير. ولو انتبهت لي قلت أنت مكان، أنا وأنت مكان، أنا وأنت أمكنة، وبالتالي تحركاتك من مكان إلى مكان تشعرك بحدود زمن. ليه نوصل إلى الكهولة؟ إلى ليه؟ لأننا أمكنة تتغير بتغير التغيرات البيولوجية في داخلك، حتى إذا بلغت سن معين شعرت إنه زمن عبرك، إنما لم يعبرك زمن، أنت في حركة دائرية الذهاب والإياب، أحدثت
هذا أشواق بالزمن وليس زمن. قلت لك هي شوية مجنونة وملخبطة لا تصدق فيها. في مشاركة ثانية. تحية طيبة لك أستاذ عبد الخالق، أشكرك جدا على هذه المحاضرة القيمة، وأبدأ من عملكم ترمي بشرر، وأنا قرأت العمل بتمعن حقيقة، والآن بعدما أشرتم إلى أنكم لا تؤمنون أو أن الزمان غير موجود وأحلتم إلى المكان، هذا الآن أحال الكثير من الاستفهامات التي كانت تدور في ذهني عن الرواية بطبيعتها. وبشكل موجز سأبدأ معكم من خلال الروايات الثلاثة الأساسية في هذه الرواية: عيسر ديني، فاضل كاتب فاضل أو طارق فاضل، طارق فاضل بالإضافة إلى أسامة. هذه الشخصيات الأساسية تبدأ لحظة يعرف فيها الراوي وهو طارق فاضل عن نفسه، لا يعطيك أي مكان عن طبيعة الزمان الذي هو يعيش فيه، ولا توجد أي إشارة إلى أي حقبة زمنية محددة، فقط في حادث واحد عندما مات والد أسامة أحلت إلى 1400 وهو حادثة جيمان كما أعتقد. فبالتالي أنا الآن استوعبت أنه فعلا الزمان غائب في هذا العمل تماما منذ بدايته إلى نهايته، وربما أذكر لكم بعض النماذج في هذه الرواية، بدءا حتى لما عندما كنتم تتحدثون عن شخصية مرام وطريقة سلوك مرام بحد ذاتها كشخصية. أنا أتابع معك وأنت تسرد شخصية مرام بدءا من علاقتها بطارق فاضل بالإضافة إلى لغة العيون التي جمعتها، لأنك أضفت نقطة أساسية عن طريق الرواية وهو طارق كاتب أن المرأة تتواصل مع الرجل عن طريق النظر فقط، وحاولت تقنع القارئ بهذه الرؤية وهذه جميلة. أقنعتني أيضا بحادثة عيسى رديني عندما غرق سيد القصر وبعد ذلك أنقذ ابن سيد القصر، كانت توجد هناك موضي أيضا، سردت هذه القضية وأعجبني جدا. فحسيت أنك وضعت فكرتين أساسيتين داخل الرواية وأقنعت القارئ منها. سؤالي الآن، لماذا بعض الأحداث لا تعود إلى حركة زمانية؟ مثلا تتحدث عن طارق، عن أسامة، فجأة تدخل إلى عيسى وبعد ذلك تتحول بطريقة فقط أنه يوجد مكان، لا توجد حركة، بمعنى أنه لا يوجد تسلسل للحركة. الشخصيات تتحدث، يعني مثلا آخر الرواية ممكن تفهم مثلا قضية عيسى لما مات أمه مثلا وعلاقته بسلوى اللي هي كانت على علاقة بمرام كذلك. يبدأ الآن الكاتب أو القارئ يستوعب النص الآن، يعني من البداية ربما يكون القارئ لا يستوعب الرواية بشكل جيد، لكن من الأخير تبدأ الأحداث. سؤالي لك الآن، ممكن توضح لي هذه النقطة بحد ذاتها، هل غياب الزمان في الرواية هو الذي، أو خلينا بشكل مبسط جدا، أنه هذه الشخصيات تفاعلت في نص الأستاذ عبد الخال داخل الرواية في بنيتها بحد ذاتها، في خطاباتها، في خلال البعد الثالث وهو البعد الاجتماعي للرواية نفسه من خلال تفاعلات الاجتماعية داخل حارة جهنم أو داخل حارة الحفرة على سبيل المثال. هل نفهم في هذا الإطار بطريقة أو بأخرى، يعني يعني خارج الزمان، نستوضح أنه الشخصيات الأساسية تعتمد على المكان فقط بدون الزمان؟ لا أريد التصادم مع المترسخ في ذهنيات الناس في وجود الزمان، لكن لو تسألنا فقط مسيرة الزمن عندنا أفقية باتجاه واحد، بينما يفترض ما دام أن هناك الزمن أنه أمام خلف جنب، يعني يأخذ أشعة الضوء عندما يستقبل الضوء سبع ألوان تقريبا. لو نعرف من خلال علم الفيزياء أن هذا الضوء يتوزع على سبع ألوان لن أستطيع إقناعك بأن الزمن ليس أفقي، وإنما أشبه بضوء له أرض، له عدة خطوط توصلنا إلى نقطة معينة ترضيك أنت. مرة أخرى أؤكد عليك المكان أنت،
ما حولنا هذه الأشياء نحن نضعها، لكن أنت المغير في الناس، أنت داخل الهيكل ده هو مكان، وبالتالي وضعت النفس داخل الهيكل ده، فأصبحت أنت المكان، أنت اللي تستشعر بمرور الزمن، تستشعر بتنقلات الآثار الأخرى. إذا أردت أن الحدث عن ترمي الشر، شكراً لك، يبدو أنك قارئ بشكل جيد واستنتاجك صحيح. أريد أيضاً تأكيد أنه عندما أكتب الرواية يكون الأفكار سابقة على الحكاية، الحكاية يتم استدراجها من 23 حكاية العالمية التي هي موجودة، الكون كله يعيد أو يعيد أقلمت تلك الحكاية، لأن أيضا من ضمن المقولات التي أمشي ورددها بأننا بقايا أساطير، وعندما نقول بقايا أساطير أننا منتج لكل صورات الأساطير التي حدثت عبر الأزمنة المختلفة. وللأسف إنه لا أريد أن شعب، لكن عندنا مفهوم الأسطورة إنه شيء غير حقيقي، وإذا كانت غير حقيقية الله عز وجل ذكر 9 مرات أو 9 مرات من الصيغة أساطير الأولين، فالأساطير ليست غير صحيحة وإنما مسطرة، نون والقلم وما يسطرون، يعني كتبت ودرج عليها الناس وتغير من زمن لآخر. التأكيد لها ليست أفضل ما كتب، ولكن كانت محظوظة أنها فازت بجائزة. أحبتي اللي يقرؤون العبد يقولوا في روايات أفضل، وليتها ما سويت بس بسبب بسيط، أنا كنت دائما أكتب وأكتب أخرج كتبي كلها بالخارج، يعني تم تصديري من الخارج للداخل، فكنت أكتب وأنا مرتاح، ما حد يقراك، ما أتابعك، ما كذا. أول ما فزت بدأ الناس الرجل هذا الكلب ايش يسوي؟ بدأ الرجل وجد سوى مصائب هذا، بس ما حد عارف عنه شيء، فبالتالي الجائزة أضرتني كثير. سلطة الأفكار. ما عشان كذا يكشفوا العورة. دكتور جعفر الشنقيطي طبيب وكاتب وأديب، فرصة جميلة جدا أن نحظى بالقامة الكبيرة والأديب والروائي عبد الخال، وشكرا لأستاذ محمود الروائي أيضا على التقديم وعلى الدعوة. سؤالي أستاذ عبد الخال، الأحلام، وأنا كتبت عن الأحلام، عالم منفصل، الزمن الذي تركز عليه يغيب في الأحلام تمام، ربما تكون اللحظة أو الحدث، حدث الحلم يكون طويل جدا، لكن في قياسنا نحن المعتادين عليه، قياسنا الواقع البشري يكون قصير جدا، والعكس بالعكس. هل حضرت الأحلام في روايات عبد الخال؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أيضا، نظرة الروائي الكبير للفلاش باك، حينما يكون أحد أو بطل الرواية في موقف معين يستذكر حدثا قديما، تعود الذاكرة به إلى حدث قديم،
ثم يبدأ الروائي بسرد ووصف هذا الحدث الذي يتذكره مثلا بطل الرواية أو رمز الرواية. هل فلاش باك لها حضور في روايات عبد الخال؟ وهل ينصح للكاتب المبتدئ الذي يريد أن يخوض عالم الرواية أن يكون لديه فلاش باك في رواياته؟ وشكرا لحضورك المتألق. شكرا. ما حبيب الدكتور أنا أتكلم إذا نجيب أكيد. طيب النبلة بين الحلو هو أكبر تأكيد على غياب الزمن الذي تستشعر به أثناء الحلم أحداث اليسرى المعارنة، إنما ما يحدث لحظة زمن لحظة بلاش نقول زمنية، إنما هذا المسجل في حلمه هو المكان الذي تصور أن حد الأحداث التي حدثت يعني أحدث نوع من التجربة جاءوا بالثاني علم نفسي ورانا انعكاس الزمن أثناء الحلم، وكانت تجربة إنك تخيل مع أمامك ورد لما توصل إلى الوردة رقم الثاني أقرب الزر وحدث نوع من التنويم المغناطيسي وقعد المزارع هذا بينه وطب لاحظوا انه وصل للألفين زمنيا بالنسبة للمقاييس ده وصل حوالي 3 ثواني وقاعد يتصور انه قاعد يرد 2000. فالنقطة دي يا دكتور فعلا انه اللحظات الزمن هنا وبالتالي لا أريد أن نحول إلى شيء، لكن الحياة اللي نعيشها لحظات يعني عمرنا كم 60 ولا شيء بالنسبة لعمر الزمن العظم، لا شيء بالنسبة للأمكنة التي تواجدت من الخليقة الأولى. العودة بالزمن إلى الوراء. جميل أنه علينا أنا لست أستاذا، نحن نتحاور ونقاش بيني وبينكم، ما أقوله ليس صائبا عندنا بس صائب عندي، وكل ما عندك هو صح وأنا قد يكون خطأ. هي نوع من أنواع الاستدراك، تريد من الكاتب أن يكون نسخة منك. لما تديني رواية قريبة لو أنا كتبها ما أكتبها شيل هذا حط دي. إذا كل إنسان له تجربته الخاصة وله إمكانياته الخاصة وله إذا دورة أميل للقدرية مسألة ثانية شغل ثاني. باختصار لأنك حوار أقول لمن كان لديه موهبة 100% دي عليه أن يشتغل 99 من أجل إنضاج هذه 1%. الموهوبين أو الراغبين تبدو قصة الواحد أقرب جدا ما تصدق.
فيه الكتاب القصة والرواية الأبدال ما هو ناس ضعفاء تقرأ لهم تقرأ لمن يشار إلي أنه ضعيف يكفي كده وانت عزيز شوية أبدأ المشكلة في معالم فإنه بداية أي عمل بالنسبة لنا مثلا كشعراء تجي القصيدة فجأة يعني وبجسدها على الورق حسب الفكرة هو اللي بيشوفها ومثلا مشهد معين أو إحساس لقطة معينة أو فكرة معينة يكتب القصيدة الروائي عندما يكتب قصيدة أي يكتب الرواية يبتدئ في كتابة الرواية ماذا يفعل؟ هل هناك خطة بيانية معينة يضعها في بداية الكتابة ويمشي عليها وكيف تخلق الشخصيات الموجودة في الرواية الشخصيات السنوية الشخصيات الرئيسية هل تأتيك خلق هذه الشخصيات من خلال الخط الزمني لكتابة الرواية؟ أقول دائما أحب الحركة والشغبة فأقول الشعراء محبوبين ديوان الراغب لكننا أكثر حقا منكم إن الله عز وجل عندما نزل القرآن نزل سلبيا وليس شيء هذه أول كبسة طيب نكمل زمنية لا أدعي أو الكاتب اللي يحترم نفسه لا يستطيع أن يقول لك كيف يكتب الكتابة هذه هي سامحوني بعض الشبحات الكاتب ينزل عليه وحي الهام اللي يسمى له الهام هذا الالهام سواء شاعر او قارئ او جيد حدث الالهام هذه ليست حالة من حالات هو حالة من حالات الإيمان وبعدين زين فصلتكم شوف عشان يسمعوا براسي يقول مرز على إني ما يسمع أروح هناك وطلعت تفضل فين راح؟ ضيعت الوحدة كل إنسان قلنا الله أعطاه موهبة الموهبة الإلهام يأتي بما تتقنه تجيده يكون إلهاما وأثناء ما تكتب قصيدة تقول جات صح؟ كلمة جات هذا هو الإلهام كل الكتاب القصيدة العديدة يقول لك جات كده هذه الأفكار كنت أمي بها بجانب الشر لكن في جانب السر وهذه ميزة جيدة لكتاب السر فليس الشر أن حدث السر هندسة كما قلت لك لا أستطيع أن أقول لك كيف أكتب لكن أنا في حالة الكتابة يوني أبانيس الدنيا والآخرة يجلس على راسي اتفقنا ونمشي من يكتب الرواية إنه الكتب الرواية يهلوس مع شخصياته يتكلم معه أذكر إنه في بنت حلوة صغيرة عمرها 8 سنوات كنت كاتبها كفكرة لقصة من رواية هندوي صدق بعد 8 سنوات
كان في السطر هذا بنت اتحرك بها رجل 40. هذا السطر كل ما أراجع الحياة الموجودة في اللجنة عندي ألاقيها وأتكلم معها، بل أكثر من 10 سنوات أتكلم معها، ما هو شخصية حقيقية، لا هيكل، أتكلم معها يعني أعطيني نفسك نبدا، لأن الشخصية الرواية كذا تعطيك تتكلم معها ترضى أو ما ترضى. هذه الطفلة التي كتبت خط أو سطر واحد إنه اتحرك بها رجل أربعين، في ليلة من الليالي قالت أعطيك اللي تبغاه بس أنا شوف انقلبت القصة كلها كذا، أنا اللي أحب رجل بين 8 سنوات حب تعشق رجل 40، ومنها خرجت رواية لوعة الغار من الروايات التي أحبها كثيرا، وهي نوع من أنواع تسليط الضوء على النفس البشرية المغيرة. وأقول دائما إذا كنا نؤمن برواد القضاء والباحثين عن تضاريس البحث العمق أو الحوادث أو كذا، إلا أن الاعتراف الآن مفروض، ليس عفوا كلمة مفروض، لكن الرواية هو الإنسان أو الشخصية التي تستطيع الغوص في النفس البشرية وتقف على تفاصيل من أتمنى من أنفس، لدينا من 7 أنفس يستطيع أن أصبح هذه الـ7 أنفس ويجسد حالة إنسانية قد تكون شاذة قد تكون سامية، هو يستطيع الوصول إليها، ليست الوصول هي. إذا أيضا ربطنا الحكاية كلها أنها وحي، فأنت محظوظ أن الله أعطاك هي نعمة منها أن تكشف هذه النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بالخير. أستاذ عبد الخالق، أنستنا وموطنا في بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وفرصة جميلة جدا نحن نلتقي بإقامة أدبية وثقافية وفكرية في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. مداخلتي جدا بسيطة، هو خليني أقول إنه هو تعبير جاء في بالي وأنا جالسة بسمعك. إنه أنا بقول إن الأستاذ عبد الخال شخصية لطيفة ممتلئة حد التخمة بتاريخ وقصص وحكايات وروايات وناس كثير عاشوا حولك، أنت عشت معاهم وضدهم ولهم وبهم. من خلال كل ذلك أنت كتبت كتابك الخاص بيك اللي حمل اسم عبد الخال، فما هو تعليقك على هذا الكلام؟ وشكرا. إنما سؤالك محاولة هذا غصتي بداخل عبده كثيرا، ربما أن لا ليس للإلجام، لكن الناس كثير عبروني اللي أثروا في كلمة أثروا في حبك.
أفكر ما من خلال الفقد هذا بكيت. لا تخليني أبكي. أنا سأنطلق من محور آخر يكون الحديث المثير في هذا اللقاء هو عن حلول المكان أو حلول الزمان في المكان. قد لا أتفق كثيرا مع هذا الطرح، لكن أنت سمحت لنا بهذا الاختلاف. فكرة الاندماج يبدو أنه أولى وأقرب، أنه المكان يكتسب هذه القيمة من الزمان وهما يسيران معا. ليس هناك في نظري لا زمان، وإنما هي مجرد أمكنة وتسير في وقت واحد أو في زمن واحد. وأظن أن السؤال قبل قليل عن الفلاش باك وعن الاسترجاع، أنا انتظرت إجابة منك حتى أصطاد، لكن ما أعطيتني إجابة. لكن أنا سؤالي أستاذ عبدو حول الأساطير. ذكرت في البداية أنك عشت في قرية في الجنوب، هذه القرية كانت مليئة بالأساطير، والأساطير أظن أنها ظاهرة كثيرا في أعمالك، لكن سأقف عند قالت عجيبة، بما أنها يعني هذا الكتاب ابن تلك البيئة، وأنا أعرف هذه البيئة جيدا يعني أو قريب منها إلى حد ما، وإن كانت على اختلاف بعض السمات فيها. لكن هل كانت هذه الأساطير مكونة رئيسة في صناعة المكان عند عبد خال؟ بالنظر إلى أنني أظن أن فكرة وجود المكان معادلا موضوعيا للزمن هو فكرة تنطلق من جانب أسطوري، لكن أريد التأكيد فقط على هذه النقطة منكم، وشكرا جزيلا. آخر العنقود، شوف هذا كله آخر العنقود. كنت الوالد الله يرحمه كان شيلني معاه في كل مكان، وبالتالي كانت النافذة الحلم والفرح لنساء كرويات تعبات جدا في الحقل وفي كثير من الانتاج الحياتي اليومي لأسرتها وأولادها. مسايرتي لها كنت يوميا أو ليليا أسمع حكاية، أسمع الصورة، حتى إذا كبرت وكتبت أساطير قالت عجيبة أساطير هامة وقالت هامدة أساطير الحجاز. أنا قلت الوالدة الله يرحمها ورثت بهذا الأسود 48 حكاية أو 48 صورة، حتى إذا كبرت وبدأت أقرأ وأكتب وكذا. كان الأستاذ الله يرحمه عبد الكريم جهيمان عنده كتاب أساطير، ما هو أساطير أو حكايات أو أساطير في نجد أو كذا. وجدت إنه يا عبدو أنت ورثت 48 حكاية، طيب هل تعيد الكتابة زي عبد الكريم جهيمان؟ بمعنى أجلس مع السيدة الراوية وأكتبها وأنشرها. وجد لا، هذا ليس جهد بحثي أو جهد يمكن إضافة شيء، فلجأت إلى العودة إلى الأصل الحكاية، فوجد إن 48 حكاية التي حفظتها عن ظهر قلبه هي أساطير عالمية من أشورية، فرعونية، صينية، إغريقية، يونانية، كثير من الأساطير اللي الآن أطفالنا يتابعوها كده، الأميرة النائمة، أشياء كثيرة، صور كثيرة، هي أصول عالمية. وكنت أردت أن أقول إنها عالمية حتى إذا استلهمت دكتور
فاضل الربيعي. دكتور فاضل الربيعي باحث وباحث عميق جدا، حتى انه على وشك ان نقلب مفهوم الجغرافيا على التاريخ بعدة كتب اللي هي إسرائيل المتخيلة. ومن قرأ شيئا لفاضل الربيعي ربما يتجه إلى الإيمان بأن الجغرافيا سوف تنقلب ذات يوم على التاريخ. أقول شكرا لك إن ذكرتني. فالحكاية الشعبية ليس فيها زمن. عندما تريد السردة أن تطوي الزمن، لما أقول تطوي الزمن وفق مع معرفتنا لسياق الزمني الأفقي هذا، تقول لك البطل أو البطلة بلاد تشيلها وبلاد تحطها، بلاد تشيلها وبلاد تحطها. هذه اللزمة هذا هو إنهاء الزمن. نركز معها، ماذا تحكي إيش سوى وإيش سوى وإيش سوى وكذا، وإنما تريد كسر الزمن أو إنهاء. وتقول لك فلان البطل بلاد تشيله وبلاد تحطه، معناه انتقل من مكان لمكان. من المنتقل؟ هو المكان. إذا آمنا أن المكان هو الذات الإنسانية التي تتحرك، أقول شكرا على النقطة دي، لأن الزمن في الحكاية الشعبية غير متوفر، إنما متوفر متواجد هو المكان. اسمح لي بس، أنا من دور في شخص تعمل إذا التوصاص ولا تصدر، فأنا بحب نفسي موقف الطالب الذي اللي يحتاج التوصاص والمعلومة. بالعكس بالعكس بالعكس. أشرح بشكل أكثر، يعني أسلوب حق كان أخذ بعد صراحة كان يعني أقرب على عمس، لكن تتم لما يعني أدري الدكتور أحمد لو كنت يعني موضوع فلاش باك والأشياء هذه، يعني بداية المحاضرة كان في فلاش باك، سواء اعترفنا بوجوده أم لم نعترف بوجوده، كان في رجوع بالذاكرة إلى الوراء إلى زمن مضى، إلى قصة العائلة وسفرها إلى المدينة. أنا لو أبغى مثال، يعني الزمن لدينا مثبت، نفي هذا الإثبات يحتاج إلى سوق أدلة تزعزع لدينا هذه القناعة أو هذا القناعة الراسخة وتثبت أو تحلحلها على أقل تقدير، لنبدأ نفكر أن الزمن غير موجود. لو نستطيع أن نروي أو يروي الأستاذ عبدو قصة العائلة وسفرها إلى المدينة دون أن يتعرض للأوعية الزمنية، كل العبارات التي يمكنها أن تكون ظرف زماني، سواء الأفعال التي تشير إلى الماضي أو إلى المستقبل أو ما إلى ذلك، إذا كان لم يخن الفهم. هذا شيء، هذا فيما يخص هذا. لو نقدر ناخذ مثال أنه تروى هذه القصة دون أن يكون فيها أي ظرف زماني، فنستطيع أن ننفي الزمن بهذه الطريقة، أو أنا على أقل تقدير أقتنع بهذا النفي. الأمر الآخر، أنا بما أنني لست شاعرا ولست روائيا، سأحاول أن أنصب نفسي حكما بينك وبين الشاعر هيثم خلالاتي. هذا الانتصار بالقرآن على الشعراء، يعني نحن حينما نستقرئ الزمن، عندما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، استطاعت قريش أن ترمي القرآن بكثير من الأشياء التي تعتقد أنه يشبهها، فرمته بالشعر والسحر والكهانة، ولكن لم يروى أنها روته، أنها يعني شبهته بما يرويه القصاص في قصصهم مع أنهم موجودين، وإن كانت الرواية هي شكل من أشكال رواية القصص. هذا شيء، هذا اللي فض هذا النزاع. أنا ضد أن تكون هنالك أصلا صفين ومعركة، والشعر والرواية كلاهما فن إبداعي يمكن لكل منهما، لكن ما أريد قوله هو أن القرآن هو شيء فاق هذا وفاق ذاك، ولا يمكن أن ينتصر به طرف على آخر. فحينما نصبت قريش الوليد بن المغيرة حكما، فقال والله إني لا أعلمكم بالشعر وأعلمكم بالسحر وأعلمكم بالكهانة، فما هو بسحر ولا شعر، أو كما في الرواية هذه، لكن لم يرد تشبيهه بالقصص، فهي استبعدت في المنافسة الأولى،
وهو أيضا جنس، هو شيء آخر يفوق هذين الجنسين، لا يمكن أن تصل به أحدهما على الآخر. السلام عليكم. الشيء الذي أسير عليه وفق قناعتي الخاصة وليس قناعة الآخرين. أيضا أثناء حديثي تكلمت إن الزمن أنت تشعر به، لكن ليس هناك زمن، وهذه الخرافة أو التخيلات اللي أعيشها إنك أنت في ذاتك أي تغير يحدث تشعر به أو تشعر بانتقاله من حالة إلى حالة. لاحظ، انتقاله من حالة مكانية إلى حالة مكانية أخرى أنت تقدرها بزمن، وبالتالي كنوع أيضا من الاحتزام ضد من يريد نصف كل ما أقول، يتم دمج الزمن بالمكان، وإنما زمن ليس موجود، أنت تستشعر به. أما حكاية القرآن، حرام عليك، أحسن القصص قالها الله عز وجل، والقرآن الكريم لا أستطيع شيء ثاني، لكن نتكلم عن القصص. قصص الأنبياء من أجمل طبعا سبحان الله عز وجل هي كلام الله، لكنك إذا قرأت قصة يوسف على سبيل المثال، أو قصة موسى المتعددة المتناثرة في آيات كثيرة، إبراهيم عليه السلام، القصة عنصر أساسي جدا في القرآن. وإذا أردت أن أضيف شيئا، إن القرآن، إن الله عز وجل أخبر بالمستقبل بالماضي، كيف أخبر بالماضي؟ أخبر من خلال قصص الأنبياء عندما، وأيضا نوع من أنواع التأكيد إنه على الزمن، فكرة الزمن. ذكرت في البداية إن الله عز وجل استلنا من ظهور آبائنا وسألنا ألست بربكم، إذا كانت رحلة مكانية وليست زمنية. قصة آدم، حرام عليك، كل قصص تق الله. يبدو إذا أنا أحب المزح فلا عليك، لكن الفلاش باك يبدو أنه عندما تحدثت مع الدكتور أنه لم كنت أو أثناء تكلمت لكي تفهم أو تتعلم، أو أنا وهو، ليس هو، أنا أتعلم إلا الآن وبكرة إلى أن تشهق هذه النفس. قلت في ردي عليه، قلت أقرأ كثير للروائيين وأنت تعرف كيف تتصرف داخل الرواية. لم أمفي الفلاش باك، بس أنا أستخدمها، كل واحد يستخدمه، لكن هو كيف أستخدمه؟ هي حالة من حالات المجادلة النفس بما تتعلم به حديثا. زين، يكفي. ها، طبعا في البداية تحفظ على كلمة وحي. كلمة وحي لا تقال إلا للأنبياء عندما ينزل عليهم الوحي، وهو المصداقية في الوحي، لأنه ممكن يكون الإلهام يكون فيه بعض الأخطاء، ولكن الوحي لا يكون فيه إلا الصحيح، فلا يطلق الوحي إلا على ما يتنزل على الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليك وأوحينا إليه، كذا، كلها في الصدق بالقول، أن هذه لا تقال في القصة، هذا باب التحفظ، ولكن ممكن مجازا
تقال هذه الكلمة من شيء لأنها أيضا الثاني أريد أن أسألك سؤال. طبعا أنا من المتابعين لك من تقريبا 30 عام. لا تقول عقود. نعم لا 35 عام في الصحف عندما كانت الصحف المقروءة متتابعة. ولكن أتكلم عن بعض الروائيين يبحثون عن الضبابية والسوداوية في كتاباته والرمزية، فهل أنت من مؤيدين الثلاثة دول مع بعض؟ لا مختلفين، ولكن ممكن تتجمع في شخص واحد. لا لأنها مدارس مختلفة. السؤال الثالث هل أنت تأثرت بالكتاب الغريق، شعراء الغريق اللي هم طبعا شكسبير أو الروائيين القدامى، أم من المعاصرين؟ وهل هناك قصة حزينة كانت سبب في بعض الروايات؟ شكرا للجميع، وعندي قصيدة إذا كانت تسمح لنا بعدين إن شاء الله أقدمها لكم. الثلاثة أسئلة هذه أتمنى أن أربعة. طيب أوكي، كويس أنك أسعفتنا أنه خليها مجازية، لكن خليني أقول لك الله أوحى لموسى، ما قال وحي بس أوحى، قال لمريم عليه السلام أوحى، ليس قول. ها؟ ليس قول، أوحينا بالفعل وليس قول. جاء خاطر الخاطر لحنا الخاطر حدث ليس قول. يا لا احنا نختلف. أوكي مشي آلية. أنت لو قرأت روايتي أوحينا إلى النحل. لحظة، النحل ما النحل تتكلم أتكلم. أوحينا إلى النحل، تقل لا يا شيخ. أوحى خلينا نبتعد عشان لا نختلف، نقول إلهام. إلهام مزاجا لساني وكده. الله عليك، ما هي الرابع. أنا أحترم كثير حبيبي، وقلت لك أنا لم أتي هنا لإقناع، أنا جيت أسولف عن تخاريفي، ففضلا من نبلك إنك تسمع وتسيبه، هذا معدوم الفكر ولا ده. هذه جزئيه، ها قد نختلف طويلا، لكن ذكر روايه اسمها انفس كتبتها، والحمد لله ما انك ما شفتها، لانه البطل اسمه وحي كتبته او جدته ارادت او ترى انه فيه معجزه سوف تحدث في زمن ما، فسمته وحي. وعندما راح يسجل اسمه، الو لا وحي، عندما أرادت سمته وحي، عندما راح سجلوا في دار الأحوال، استنكف مدير الكاتب كيف يسميه وحي، فزود من يده من عنده دال، فسمي وحيد. في أنفس أيه. أنا أحترم وأجل لك، و إن شاء الله أشوف لك مسرحيات وشعرك وكذا، لكن كل منا له قناعات خاصة، هذه القناعات الخاصة وبدأ. أنت جيت متأخر، أنا قلت قبل ما تأتي إنه كل إنسان على صح، كل إنسان على صح عندما أقف مكانك. أنت صح لو وقفت أنا مكاني، وأنا صح لو أنت وقفت مكاني، وبالتالي المجادلة لو وصلنا لهذه الحقيقة
الإنسانية، والله لن تقوم حروب ولا عداوات ولا أي أنواع من أنواع عدم الفرقة. أنت صح، أنا صح، خلاص أوكي. في سؤال أجبت عليها كلها ولا لا؟ أنت ذكرت حوالي 3-4 مدارس مع بعض، وهذه المدارس لا تجمع بهذه الصيغة. وبعدين حكاية السوداوية فانتازيا، هذه تصنيف نقاد، وأنا أخاف من النقاد لو كان هناك نقاد هنا، لأنه دائما أجد مشاغبة للنقاد، أقول لهم لو فيكم خير كنتم كتبتوا الرواية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أخوكم ناصر الوقاصي. بداية سعيدين بحضور لقاء وأمسية للأستاذ والكاتب الكبير عبد الخال. أنا صراحة شدني الموضوع أكثر من الجوانب الثانية في اللقاء، اللي هي حركية المكان وتشكلاته. بس يسمح الأستاذ عبد الخال أن أقتبس مقولة لشخصكم الكريم. المقولة تنص: لكل وجه بطاقة عبور، ربما يحملها في عيني أو في شفتي أو في حاجبي أو في كلماته. ما علاقة العبور في حركية المكان وتشكلاته؟ وهل في ربط بالمكان والعبور وتشكل المكان؟ هذه الجملة قلتها في فسوق أن النفس البشرية تقوي من النزهة تتنزه على ملامحك عن طريق ابتسامة، غمزة، حركة عين، حركة شفايف. هذه كل منا نفسه تخرج تتنزه على الوجه. إذن انت تأكد لي ما جيت عشان أخرف عليكم من خلال هذه الجملة. إذن النفس هي داخل المكان هذا، الجسد هذا، فهي تتحرك أو تحدث زمنيتها من خلال جسدك. فشكراً أنك جبت الذي أريد. هذه النفس شيء عظيم، شيء عظيم بالمرة. وعندي تخاريف أكثر جنان، فيكفي هذا إن شاء الله سنة جاية. إن شاء الله. شكرا لك، آسف. شكرا. سؤال بسيط هو: أيهما أهم عند عبد الخالق، العمل الذي يعجب الناس أم العمل الجدلي الذي يستفز الجدل بين الناس؟ السؤال الذي يجعلك تقف أمامه: هل أنت من ضمن أو أنك كاتب ما يطلبه المشاهدون، أو أن تكون محب للجدل؟ الجدل في أوقات كثيرة ليس محبب، خاصة إذا كانت الجهة اللي تجادلها بها نقص معرفي، فيكون يقال لك أنك مشاغب كحد أدنى من بينما الكتابة هي جدل، الكتابة هي كشف على المستور، كشف على ما لا يكون على البال. وجدت نفسي في خانة أو الحد الأدنى من كلمة عبد مشاغب،
ولم أحب اللفبة مشاغب، يعني معناه من مفرداتها العبث، من مفرداتها التخريب. لا أنا كنت أو منحني الله عز وجل خصلة الغوص في الأعمق. هذا الأعمق يرفض الناس كثير، وبالتالي رفضت كثيرا. وكما بدأت في البداية وقلت إن أنا جيت أو تم تصديري داخل من الخارج الداخل، يعني كنت أنشر برا، وحتى إذا فازت الرواية بدأ الكلام إن إيش تقول أنت، إيش المصائب اللي تسويها. فأنا لا أكتب من أجل إثارة مشاعر الناس، إنما أكتب لإثارة عبده في داخله. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذنا الفاضل عبد خال، حقيقة أنا شاكر لك جدا، شاكر الأستاذ محمود والكابتن ما شاء الله، لكل فريق العمل، لكم منا كل التقدير والمحبة والاحترام. حقيقة اليوم كان عندنا دعوات في 3 أماكن، وأصريت أنا وبعض من فنانين المدينة إنه لابد نجي نشوف الفنان الجميل الأستاذ عبد خال، وحقيقة سعيد جدا بالحضور. مداخلتي بس إني حابب أرحب وسعيد إني شفتك، وحقيقة أنا أعتبرك من مفاخر الوطن يا أستاذ عبدو، حقيقة ما أجامل، لأني متابع كتاباتك من زمان يعني. ف ما قلنا زمان، لا مكان، من مكان، لا مو من عقود، عقود فحقيقة سعيد بشوفتك وسعيد بكلامك. مداخلة بسيطة أخيرة بالنسبة للرواية اللي ينجحها واللي يخلي فيها التفاعل، هل هو الاستيحاء من الخيال أم الواقع؟ يعني هذه برضو سؤال خطر في بالي الآن بعد ما شفت بعض الحاجات اللي هي الروايات اللي تنجح فيها أشياء مثيرة للجدل حقيقة. شكراً أستاذ عبدو، سعيد بحضورك، شكراً أستاذ محمود لإدارتك، شكراً لمقهى حبر اللي دائماً يجمعنا بهذه الجماليات، وشكراً للكابتن المصور حبيباً الله يديك العافية. هذه السعادة أن نكون أمام الخيارات، أن تذهب إلى هنا أو هناك وتفضل مكان دون الآخر، هو يسعد من جئت من أجله. وأنا سعيد جدا بأن أنك فضلت أن تكون هنا. وأيضا لو أردت من التخريب اللي عيش فيها أنه لا يحدث حدثا أو ليس هناك صدفة، لابد أن هناك حدث سابق لكي يحدث هذه القدرية أن تأتي. سوف نبحث عن كيف حدثت هذه، أو يكون حضورك مبني عليه أحداث قادمة بيني وبينك، بمعنى قدرية بيني وبينك بشكل أو آخر. سؤالك رغم أنك ألقيته بتقول طرأ على البال بس الآن، هو معضلة ومشكلة سردية بين الناس كثر، بين هل الرواية خيال أم واقع. وأنت تقف الآن على هذا السؤال، وجميل أنه أثار أنه العمل الروائي تحديدا نتكلم، هو مزيج ما بين الخيال وما بين الواقع. فالامتزاجية هذه بين العالمين يكون الناجح أو النجاح في هذه المسألة
هي قائمة على مقدرة الكاتب أن كيف زي خلينا ما نتذكر الطهاة المقادير التي يضعها في أكلة معينة وجيدها نفس اللعبة يحدثها الروائي كلما كان متمكنا من إنضاج روايته مثل الطاهي ينضج أكله كيف يمكن لك رواية مقدار خيال ومقدار الواقع فسؤالك مو سهل انت ذكرت قدرية الأستاذ في قدومه إلى طيب هل هناك قدرية في الشخصية الروائية هل لها قدرية روائية جميلة طيب. كنت دائما كلكم تعرفوا أي واحد كل إنسان عنده جانب غرور معين لا يدعي الناس إنهم متواضعين لابد إن في جزية داخلك فيها غرور كنت من المقترين إنه أكتب رواية أصنع قدر أخلق أو أصنع قدر فبالتالي كتبت اعتذارية لطارق فاضل بطل ترمي بشرر وجدت أني أسأت له كثير فكنت وقتها أدعي أنه أنا صانع الشخصية هذه ووضعت قدرها بهذه الصيغة وبالتالي كان شكوى طارق فاضل بطل ترمي بشرر ودرويش في المؤتمر هنا ووفاء في مدن الأيام لا تخبي أحد إنهم لاموني إنهم طلعوا يشتكوا من هذا الرواية اللي عذبهم وأبقى في حياتهم هذه الحالة أردت أن أرد على طارق وعلى وفاء وعلى درويش إنه لا ننتبه أنا ادعيت أني خالق لهذه الشخصية وثبت كده أنا حمود وهذه الشخصية لن تموت سوف تظل على قدريتها التي كتبها الكاتب الرواية ربي ألهمني إنه لا مو صح إنه هذه الشخصية اللي عبده كتبها بهذه القدرية إنما أثناء الكتابة كان مقدرا لك وأن تكتب فظن تقول جاء لا تقول لا أتى أثناء تغيير كلمة جاء إلى أتى هذه قدرية من الله عز وجل للكاتب هذا أن يقول كلمة مغايرة لشيء ثاني وبالتالي أقدرية اللي ندعي أننا نحن نخلق شخصيات لا تراجعت واعترفت إنه قدريتك هي من الله عز وجل حتى لو كنت شخصية ورقية شكرا أنك ذكرت أقول يعني جاء عبده ما في قده يعني اليوم جيت يا خال وغيرت لنا في الأحوال صرنا ما احنا عارفين الزمن اللي نحن معتقدين فيه ودرسونا هو من الألف والباء والجيم والتاء واليوم جيت حستبنا زي ما يقولوا ما احنا عارفين ايش نقول لنا عتب عليك ليش ما جيت المدينة إلا الآن لكن لما رجعنا لرواياتك ورجعنا لحياتك القديمة عرفنا انه عبد الرحيم بيمشي شبر بشبر وإن شاء الله ربنا يطول لك في الأعمار والله يسعدك وبارك فيك الحقيقة أنا استمتعت برؤياك وبحديثك وطريقة نقاشك وتمكنك العظيم في إدارة الكل والجميع حتى فعله يعني ما شاء الله تبارك الله الدقيق والعام وأنت ما شاء الله الكل في الكل والله يزيدك نور وسرور نفسي أعرف مين الجندي المجهول طبعا غير الوالدة الله يرحمها وتغمد روحها الجنة مين الجندي المجهول اللي صنع عبد خال؟ أنا من عيوني أعرف
هذا الجندي المجهول تذكر لنا هو وتدينا هو في كلمتين. وآسف على الإطالة، والله يزيدك نور وسرور ويسعدك، ودائما إن شاء الله عاد تجينا في طيبة طيبة، لأنه نفسنا تدي نصائح للروائيين في المدينة محتاجين يعني قواعد وأسس من أقول إيش بدي أقول، بدي أقول من قطب من أقطاب الرواية في المملكة العربية السعودية. الله يزيدك ويبارك لك ويعطيك حتى يرضي. أنا سعيد جدا أن أكون أدير عيني في الحضور، كلما رأيت استخدامك فتدخل إلى الشعور من بعد. ننسى كثيرا أن الالتزام صدق، كنا نبوزين كنا أو مرت علينا سنوات كان بوز عشان تكون شير أو دائما نقول زكي وجهك بالالتزام إنها صدق. فشكرا لكل التفت رأيتك مبتسم. بدأت حديثي إني جدا على كل قرب عدة دول أوروبية آسيوية معظم مدن المملكة إلا مدينتين لم أدعى إليها أبدا وهي مكة والمدينة المنورة. وانت فسروا قال صعب عليه الملهم او الملهمة التي سمعت هذا عدو. كنت اعرف بهذا الملهم او الملهمة لن نجنس هذا الملهم او الملهمة، لكن ضحك حالة من حالات لتعطيك شعور التفوق التميز. ذلك الطفل الصغير جاء من قرية كانت عينها تشع اللغة من دون فهم، يعني ليس دعا أني كنت راح أكون راكم بالعكس، ولكن دعا أني أكون قادم أو ليس كان ودي قصة ثانية يعني لا بد الاستغرابية. بس الوالدة الرحمة كانت تريد تتمنى أن يكون مقرئ القرية أو قعدت 6 شهور أنظري من سيدة أو أستاذتي لأنني لم أستطع إجادة بسم الله هي. هذه 6 شهور أنظري فيها. لم يكن ذاك الطفل يتوقع أن يكون كاتب أو كذا. أريد أن أبتعد أو أشعر مني إجابة سؤالك، لكن أنا بسبب الفقر أبدأ تكرر خلاص عاد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوك عمر الجهني. أما من ناحية المداخلة فأنا لي بعض الأمور على موضوع الزمان. أنت ذكرت أن الزمان أنت ما تؤمن فيه تقريبا، ولكن وركب من أركان الرواية، فكيف عوضت وجود الزمان في الرواية؟ بس أي حركة دي مكان الفترة اللي تحرك هي أنت شاعر في عدة زمن. لو صورنا ان عدم وجود الدكتور ذكرني هناك ذكرني بالحلم، الحلم استشعار بمدى زمني طويل بينما هو ثواني، فانت صانع الزمن
المكان شيء آخر. أسعد الله تواجدكم جميعا بكل خير. شكرا لحضورك أستاذ عبدو خال. وجودك بهجة وحضورك بهجة على التلفاز أو على الشاشة أو حتى تواجدنا معك في مكان. عندي سؤال، بما أني كاتبة واعدة، هل تعدد الجوانب في الرواية أو العمل الأدبي يضيف للكاتب أو قد يكون سبب في نجاح العمل الأدبي؟ مثلاً تعدد الجوانب، مثلاً وجود الجانب الفلسفي أو التراجيدي أو الكوميدي، هل هي دلالة على عمق الفكر لدى الكاتب أو الأديب، دلالات على نجاح العمل الأدبي؟ شكراً لجوازك. أسس الحقيقية للكاتب معرفة بعض الأمور الأساسية، ثم بعد ذلك تبني أفكارك كما تريد. أهم خمسة حقول حد مهتم فيها من البداية إلى الآن هي التاريخ، الفلسفة، الأسطورة، الأدب كقراءة، الخامس كواجب لأنه أنا خريج علوم سياسية واشتغل في جريدة، بالتالي لازم أكون تابع لجانب السياسي. لكن جانب الإبداعي مهم جدا لكاتب الرواية، الأول قراءة مكثفة للروائيين، بعدين معرفة التاريخ لكي تعرف من موضعك. شكرا لكم جميعا، سامحونا تعدينا الوقت قليلا. شكرا على حضوركم الرائع، شكرا استاذ عبد على حضورك وعلى تواجدك معنا، شرفتونا ونورتونا. ليس بين يدينا سوى القناديل الذي اشعلها الروائي الكاتب الاستاذ عبد الخال. شكرا لحضوركم. باسمي واسم مقهى حبر الثقافي اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ عبد الخال، سعداء بكوننا المقهى الاول لاستضافتكم في المدينه المنوره. أيضاً سعيدة بالتعاون الأول بين مقهى حبر الثقافي وصالون ضاد، أتقدم بالشكر الجزيل للمحاور الرائع الأستاذ محمود الحسيني.